بودو. نعم. نلعب ريلود. طيب. أربعة وثمانية. الكلب خلص السبلاش الحيوان. العافية اسكت. تعرف مطعم وهمي؟ وهمي؟ طيب ايوه ايوه يا اخي ايش بس مطعم مهما برقة عزيمة. طب يعني هذول كلهم اللي كانوا معاكم فجأة كذا طلعوا هنا ولا؟ نمرته 152 ليه تهرب؟ عشان نشوف دمكم. كان عندكم جيش. دمكم انا ما في دم خلاص في موت. حتى هند اسكار. تكفى يا عبود يا فكر. والله عبودي صار مشهور صار مع بس ما عنده فلوس شهرة يا اخي خاصة من عنده. تقتله يا اخي انت زاحف يا اخي افقع يا اخي. خرج خرج بس خرج خرج بقى تعال انا ابغى انزل له ذا تعال 100 24 ترى دم واحد اما ما في يعني البنجو صفر يهدو ايه قاعد يرقصوا علي يا عيال عيال يا عيال والله حرام يا اخي والله كان تفله يا ليت وش قاعد تسوي يا عيال تدخلوني ما بدو يو. ها نعم نعم اهم شيء يا ساتر فجر وجهك واحد ماموث واحد داك فين راح الدبة ما ادري عنه نشنا انت ايش يعرفك انه دبة يا ده اسمعك اسمعك انت ما ادري علي يقول له دبة ابو راس كبير تتنمروا عليه ترى بعدين ربي يبليكم والله ترى تصيروا دبب هيا طلعني تخيل تصير دبة زي البطريق ما هات تتنمر عليه لا انا لا اقول لك يعني تخيل كذا جسمك يصير زي البطريق على الاقل نحف نعبو عادي يا خمزة ما تنمر خليهم هم في الكومنتات يكتبوا قاعد تتنمر ولا امزح طيب ايش رايكم هذا تنمر ولا مزح خلاص انا اشوف بعد يا اخي بس احنا اخذنا حاجه في الاسلام انه صح انه انت بنيتك انت مزح صح نمزح مع صاحبي وكذا لكن ترى هو ممكن يكون زعلان تيمع اوه أنيهم ترى أقسم بالله لا خرب ورع إيزي مان عبود الدبة إلا وزنه 500 يا ابن Wait a minute. Who are you? صح انه انت بنيتك انت مزح صح؟ نمزح مع صاحبي وكذا،
لكن ترى هو ممكن يكون زعلان. Help me! Help me! كله من الورع أبوي. ها ها أنس 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 مطيب مع ثلاثة والله أجيب يا زقة اكتب. أزرق كلهم كله. شو شوف اللي بيتا. شاده اقسم بالله يا ورز قاعد كذا دخل تعالك تروح ماي جود والله حركه حلوه والله حركه حلوه والله حركه حلوه بس لو معايا سباس كذا اعطيه 185 واو نايس لا مو نفس الشيء انت تسوق ابوها مو نفس الشيء انت تسوق اهلها تعال طبيت سكواد انا مهند سياره يا عيال يا عيال ايش سووا انتم يا عيال